والسابق نشوف تلفزيون سلام. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر عاجل مباشره من تطوان. الخليه الارهابيه المفككه وصلت لمرحله متقدمه من التحضير لمشروع الارهابي خطير كان يستهدف منشات حيويه بالمغرب. التفاصيل الكامله عاجل الخليه لتطوان الارهابيه سجلت شريط فيديو يبعث من خلاله تنظيم الدوله الاسلاميه وصلت لمرحله متقدمه من التحضير لمشروع الارهابي. تمكن المكتب المركزي للابحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة الترور الوطني صباح اليوم الجمعة من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان. ذلك في سياق جهود متواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة الترور الوطني لتحديد مخاطر التهديد الإرهابية ورداء المشاريع المتطرفة التي تحدق بالأمن واستقرار المملكة. أوضح البلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة الترور الوطني أن التدخل الأمني الذي بشرته عناصر القوات الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع أسفرت عن توقيف 3 مطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية. تراوح أعمارهم بين 21 و 38 سنة تربط أحدهم العلاقة عائلية بمقاتل بصفوف داعش من منطقة سوريا العراقية. وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء إفادات الأولية لأعضاء هذه الخلية مكنت من تحديد مسكن في مدينة قديمة بتطوان كانوا يستغلونه كمكان أمن لعقد اجتماعاتهم والتخطيط لمشاريعهم الإرهابية، مشيرا إلى أنه بإشاد من المشتبه فيهما تم انتقال المسكن المذكور وإجراء مسح كامل لمشاماته ومرافقه من طرف تقني الكشف عن المتفجرات بعدما تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية والوقائية لضمان سلامة السكان والعائلات المجاورة. وتابع المصدر أن عملية التفتيش التي أجراها ضباط المكتب المركزي لأبحاث القضائية وخبراء مسح الجريمة بهذا المسكن الأخير بمنازل المشتبه فيه بعدما اتخذت الاجراءات الامنيه وتابع للمصدر ان عمليه التفتيش التي اجراها ضباط المكتب المركزي لابعاد وخبر لتنظيم داعش اضاف البلاغ ان اجراءات التفتيش مكنت كذلك من حجز مجموعه من المعدات والمستحضرات الكيميائيه التي تدخل في صنع العبوات المتفجرات التقليديه من بينها اكياس تحتوي على ماده الكبريت والفوسفور وبراميل تضم وقود بنزين وقنينات مملوءة بالكحول الحارق وأكياس معبأة بكمية كبيرة من البراغي اللولبية وكبريات معدات ومسامير إضافة إلى أشلاء كهربائية وبطاريات إلكترونية وقنينات زجاجية فارغة يشتبه في سخرها لتحضير قنينات القابلة للاشتعال ومواد سائلة مشتبه سوف يتم عرضها على الخبرة التقنية لدى مختبر الشرطة العلمية والتقنية. وأفاد المصدر بأن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التحضير وإعداد إيدا بالشروع في التنفيذ المادي لمشاريعهم الإرهابية إذ وثقوا في شريط فيديو يبعثهم للأمير المزعوم لتنظيم دولة الإسلامية وفق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي والذي حدد فيها أهداف العامة لمخططيهم الإرهابية. إذا متابعينا اليوم الحمد لله أنه الخلية الإرهابية المفككة وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير للمشروع الإرهابي. تمكنت العناصر ديال المديرية العامة المراقبة التراب الوطني من إحباط واعتقال هذه الشبكة الإرهابية من مدينة تطوان هذا الصباح كما تبعتوا معنا في المباشر قبل لحظات. إذا عاجل ومباشرة من تطوان الخلية الإرهابية المفككة وصلت لمرحلة متقدمة من التحضير لمشروع إرهابي خطير كان يستهدف المنشآت الحيوية بالمغرب. التفاصيل الكاملة كما أعطيناكم متابعينا قبل لحظات في البلاغ تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء المعلومات الاستخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم الجمعة من تفكيك خلية إرهابية موالية لما يسمى تنظيم داعش الدولة الإسلامية داعش ينشط أعضاؤها مدينة تطوان. ذلك في سياق جهود متواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة الترور الوطني لتحديد مخاطر التهديدات الإرهابية ورداء المشاريع المتطرفة التي تحقق بأمن واستقرار المملكة. الحمد لله أن رجال الحموشي تمكنوا من اعتقال هذه الخلية الإرهابية متتبعينا هذا الصباح هنا في مدينة تطوان المدينة العتيقة
وفي مجموعه ديال المناطق. اذا المتسبعين كنشوف تي في، احنا معكم في هذا البلاغ في شارع الحسن الثاني هنا في مدينه طوان، كما تبعتوا معنا قبل لحظات في المباشر الاول والثاني، تدخل ديال العناصر مكتب المركز للابحاث القضائيه لضوء المعلومات الاستخباراتيه اللي وفرتها مصالح المديريه لمراقبه التراب الوطني صباح اليوم الجمعه من تفكيك خليه ارهابيه. الحمد لله انه كما قلت رجالنا الحموشي لهم بالمرصاد، هذا هو الاهم، باش يبقى الوطن ديالنا والمواطنين امنين الحمد لله، لان هاد الناس اللي العقل ديالهم المتحجر الفكري الظلامي للاسف مازال يصول ويجول بين ظهرانينا، ومازال كاين اللي مازال مخبعين، ولكن طبعا المصالح الامنيه المختصه لهم بالمرصاد. اذا دائما متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر مباشره من تطوان، هذه هي المستجدات والقصه الكامله ديال تدخل عناصر المكتب المركزي للابحاث القضائيه على ضوء المعلومات الاستخباراتيه اللي وفرتها مصالح المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني صباح اليوم جمعه من تفكيك خليه ارهابيه مواليه لما يسمى بتنظيم الدوله الاسلاميه داعش، كينشطوا الاعضاء ديالها مدينه تطوان. تمكنوا قبل لحظات من في هذا الصباح من اعتقال اشخاص بالمدينة العتيقة، وكذلك حي بوجراح المستوى حي الملاح بوجراح وحي الملاح. إذن دائما متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر، نتمنى الدعوات ديالكم الله يخلي لنا المغرب بلد آمين يا ربي العالمين. طبعا هذه الخلايا الإرهابية للأسف هذا مشكل ومشكل كبير. إذن دائما متابعينا احنا معكم في هذا المباشر، نتمنى يبقى دائما المغرب ديالنا آمين. إذن متسبين دائما احنا معكم في هذا البث المباشر مباشرة من تطوان، كما استيقظت ساكنة تطوان اليوم على خبر طبعا ولكن تفرح في الحقيقة، تدخل المصالح الأمنية العناصر ديال المكتب المركزي للأبحاث القضائية اللي تدخلوا اليوم بالتقل ديالهم على مستوى حي بوجراح كما قلت، وتمكنوا من اعتقال وإيقاف مجموعة ديال العناصر الإرهابية. دائما متابعينا احنا معكم في هذا البث المباشر الحمد لله. الأمن الوطني ورجال الحموشي جزء عليه جزاء، ملي كنهضروا على الحموشي كنهضروا على المدير العام، وطبعا المدير العام الحموشي تابعين الرجالات ديالو يا أخي. الأهم هو أنه تمكنوا العناصر الأمنية من إيقاف هاد الخلية الإرهابية. إذن متسبين الحمد لله أنه البسيج اليوم دار عمل رائع هنا في مدينة تطوان كما تابعتوا معنا في المباشر على مستوى حي باب العقلة، رغم التساقطات المطرية الهامة اللي عرفتها المدينة، يعني طبعا كان داك الشيء يعني في المستوى أمام أنظار المواطنين طبعا اللي تابعوا بشكل مباشر هذا التدخل الأمني اللي عطى الأكل ديالو، رغم يعني الصباح الباكر اكيد كان عدد كبير ديال المواطنين يعني بكل اريحيه تيتابعوا هذا الموضوع. وهذه نقطه مهمه متابعين. اذا متابعين احنا مازال معكم في هذا المباشر الحمد لله. الحمد لله انه كما قلت تمكنت عناصر المكتب المركزي عفوا الابحاث القضائيه من على ضوء معلومات استخباراتيه وفرتها المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني صباح اليوم جمعه من تفكيك خليه ارهابيه مواليه لما يسمى تنظيم الدوله الاسلاميه داعش. شكرا لكم على التفاعل، الى اللقاء.